وبين نواعير الشواطئ تمددا، وأقصى في محبتها رسالة، وأقصت في محبته رجالا، وضجت في دواخله غراما، تأبى أن يقيل وأن يقال. هذا اليوم هنالك معرض فني وتشكيلي كبير تجاوز 100 لوحة وأعمال فنية تشكيلية، وهذا هو مؤشر نحو ثقافة أفضل وأجمل، ولكن لم يقتصر على المنجز التشكيلي فقط، لكن امتزجت الثقافة بهنالك سوف تكون قصائد شعرية وأغاني وأمور أخرى في مجال الثقافة الفنية الإبداعية سوف يتضمنها منهاج الحفل في مدينة البغدادي حصريا من مكان يسمى بظلال النخيل. شاركنا في مهرجان الثقافة والإبداع في ناحية البغدادي، ومن ضمن المشاركين من بقية المحافظات، ومن شارك نخبة من الشعراء من محافظة بغداد أيضا. الحقيقة هذا البرنامج المهرجان عبر عن ثقافة ناحيتنا والغربية بشكل عام لتراثها وأصالتها، ومن ضمنها المبدعين في هذه المدينة. من المسؤولين على هذه المحافظة ومن وزارة الثقافة أن تعيد التفاتها والنظر في هذه الناحية التي تختبئ بالموهوبين. هنا تاريخ أجدادي. تم اليوم وعلى بركة الله وضع البصمات الأولية لإنشاء البيت الثقافي في مدينة البغدادي اللي تقع غرب الأنبار، وكانت برعاية أحمد فداك، كان حضور من كل الطوائف من أجل السعي والدعم هذا المشروع الثقافي الذي يمثل تاريخ وحضارة مدينة البغدادي بشكل خاص ومحافظة الأنبار بشكل عام.